قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا محمدا رسول الله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبصر به من العمى وهدى به من الضلالة وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به بين المؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار. لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فروى البيهقي في شعب الإيمان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. في هذا الزمان وفي هذه الظروف والأحداث الجارية التي تلاحقنا بين الحين والآخر، وهذه الفتن العظيمة التي يعيش فيها المسلم ويراها بعينه، وهذا الظلم الشديد الذي نجده قد انتشر مع الأسف الشديد، والذي ألجأنا لأن نتكلم في أول ليلة من ليالي الاعتكاف أمس عن الولاء والبراء وعن الظلم وغير ذلك، هذه المظالم الكثيرة وما يتبعه من تزييف للحقائق وتزيين للباطل وتساهل في إراقة الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن في هذه الأيام المباركة التي ينتظرها الكثير منا، بل ينتظرها جميعنا، هذه الأيام ليالي العشر التي كان يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم اجتهاد، هذه الأيام التي يعتبرها المسلم هي زاده لباقي العام، هي الزاد الذي يتزود منه ويحمل منه معاني الإيمان لكي يستطيع أن ينطلق إلى ربه تبارك وتعالى في بقية الأيام. وفي ظل هذه الفتن، كما قال بعض إخواننا ومشايخنا، يعني قد ينسى الإنسان أن يدعو لنفسه، وصل الأمر أن ينسى الواحد منا أن يدعو لنفسه، يدعو لصلاح البلد ويدعو لأن يفرج الله تبارك وتعالى الكرب ويزيل الهم ويزيل الغم. هذا واجب، واجب علينا أن ندعو الله تبارك وتعالى، وينبغي على المؤمن في هذه الأحداث أيضا أن ينزل حاجته بالله عز وجل. ما أحوجنا إلى إنزال الحاجة بالله تبارك وتعالى. ولا ينسى العبد أيضا واجب هذا الوقت، فهذا الوقت هو وقت الدعاء ووقت الذكر ووقت تلاوة القرآن ووقت الإقبال على الله تبارك وتعالى والاعتكاف وغير ذلك من المعاني الإيمانية التي يحرص المسلم على أن يحصلها، لعله أن يدرك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم إدراك ليلة القدر، وأن يكتب لنا فيها المثوبة والأجر. ففي ظل هذه الأحداث لا ينسى العبد عبادته لله عز وجل وإقباله على الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أو في الأثر الذي ذكرناه قول عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وهذا الأثر رفعه بعض أهل العلم، والصحيح أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها وعن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. والحديث في السلسلة الصحيحة. والاستغفار هو طلب الغفران، والغفران هو تغطية الذنب بالعفو عنه،
والغفران والمغفرة من الله تعالى أن يصون الله عز وجل العبد من أن يمسه العذاب. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الغفور والغفار وغافر الذنب. قال الغزالي رحمه الله: الغفار هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح. الغفار هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح. والذنوب من جملة القبائح التي سترها الله عز وجل بإسبال الستر عليها في الدنيا والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة. والغفر هو الستر، والغفور بمعنى الغفار، ولكنه ينبئ عن نوع مبالغة لا ينبئ عنها الغفار. يعني الغفور بمعنى الغفار ولكن له معنى إضافي زائد. والفعال اللي هو الغفار ينبئ عن كثرة الفعل، يعني كثرة المغفرة. والفعول يعني الغفور ينبئ عن جودته وكماله وشموله. وحينما نتحدث عن الاستغفار، لما أي حد يتكلم عن الاستغفار فيتبادر إلى الذهن أن هذا الكلام يتعلق بمن؟ يتعلق بالمذنبين والمجرمين والمنغمسين في الذنوب والمعاصي والكبائر، وأن هذا الكلام موجه للعصاة والمجرمين الذين انغمسوا في المخالفات. ولا شك أن هذا حق وصحيح، إلا أنه لا ينتبه الكثير إلى أن هناك نوع آخر من الاستغفار. يعني الاستغفار الأصل فيه أنه للمذنبين والذي فعل الذنوب والمخالفات وابتعد عن منهج الله تبارك وتعالى، ولكن هناك نوع آخر من الاستغفار وهو استغفار الطائعين. نعم، فالطائعون أيضا يستغفرون، بل يكثرون من الاستغفار حينما يطيع العبد ربه تبارك وتعالى ويتعبد لله عز وجل بأنواع العبادات التي تكثر في هذه الأيام. يعني ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان. وذلك لما يعد فيه المؤمنون من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من تتبع عورات الناس وغفلاتهم، هو غنم للمؤمن ونقمة للفاجر. فالمسلم يعد أنواع العبادة والقربات إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، ثم يزداد من العبادة في العشر الأواخر لعله أن يدرك ليلة القدر كما قلنا. وبالرغم من ذلك، من كثرة هذه العبادات، إلا أنه شرع الاستغفار بعد العبادات، استغفار الطائعين. نعم، الطائعون أيضا يستغفرون بل يكثرون من الاستغفار، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ولنتدبر هذه النصوص من الكتاب، من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي تدل على هذا المعنى العظيم وهو استغفار الطائعين. بعدما أمر الله تبارك وتعالى بإتمام الحج والعمرة وبين بعض مناسكهما وما يتعلق بهما من الأحكام، قال الله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فهذا الحاج الذي أنفق آلاف الجنيهات ووقف في أعظم موقف، في موقف عرفة، يباهي الله تبارك وتعالى بالحجيج ملائكته، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم حج بيته الحرام، ويبيت بمزدلفة ويتحمل المشاق والصعاب وغير ذلك، فإنه مأمور ومشروع له الاستغفار. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. لماذا يستغفر العبد ربه تبارك وتعالى بعد كل ما فات؟ قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، مبينا أن الحكمة من ذلك، يعني الاستغفار بعد الحج، ليكون جابرا لما حصل من العبد من نقص، ليكون جابرا
لما حصل من العبد من نقص في عبادته ولما وقع منه من خلل أو تقصير. فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها. وذكر الله عز وجل شكر لله على إنعامه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ، يقول الشيخ السعدي رحمه الله، وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عز وجل عن التقصير ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه سبحانه وتعالى وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت ورد العمل، كما أن الأول الذي استغفر واستشعر التقصير حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخرى. فالعبد يستشعر هذا المعنى أنه مقصر وأن الله تبارك وتعالى حقه أعظم وأجل من هذه الركعات التي نركعها، وأعظم وأجل من هذا الاعتكاف ومن هذا الصيام ومن هذه العبادات. فقد ورد في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم يجر على وجهه منذ أن ولد إلى أن تقوم الساعة في طاعة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. لو واحد بيتجرجر على وجهه في طاعة الله تبارك وتعالى منذ أن يولد إلى قيام الساعة آلاف السنين لحقره يوم القيامة، احتقر هذا العمل، لأن حق الله عز وجل أجل وأعظم من ذلك. ورد في بعض الآثار أن ملكا من ملائكة الله تبارك وتعالى خلقه الله عز وجل منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة وهو ساجد بين يدي الله عز وجل، وبعد أن تقوم الساعة يرفع رأسه ويقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالله تبارك وتعالى حقه أعظم وأجل، فلا شك أن العبد مقصر وحصل له نوع خلل في عبادته، لذا أمر بالاستغفار بعد العبادة. كذلك من الأدلة تدل على يعني الاستغفار بعد الطاعات، بعد الأمر بالصلاة والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى في آخر سورة المزمل، قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وإيه؟ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فبعد أن يصلي وبعد أن يقرأ القرآن وبعد أن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى فيؤمر العبد بالاستغفار. والله تبارك وتعالى قال على لسان الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا شك أن خليل الرحمن من الأنبياء الذين أمرنا، أو من أول الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ثم ذكر الله تبارك وتعالى 18 نبيا، ثم قال في آخر الآيات: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال الله عز وجل على لسان الخليل عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فبعدما يدعو الله عز وجل ويطلب منه أن يكون مقيما للصلاة يستغفر الله تبارك وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين وإيه؟ والمستغفرين بالأسحار. قال القاسمي رحمه الله: وتسمى سورة آل عمران بسورة الاستغفار لورود هذه الآية فيها. وقال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون، في سورة الذاريات، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
ثم ماذا بعد ذلك؟ وبالأسحار هم يستغفرون. قال القاسمي في محسن التأويل: وبالأسحار هم يستغفرون. قال القاضي: أي إنهم مع قلة هجوعهم، ده أحد أوجه تفسير هذه الآية، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أن ما إما أن تكون نافية أو تكون مصدرية بمعنى الذي، أي أنهم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم. طب هو قاعد يصلي طول الليل، شيخ أحمد طول بينا مبارح ما شاء الله ورجلنا كسرت، وفي الآخر إيه مطلوب مننا؟ إن احنا نستغفر الله تبارك وتعالى، حتى لا يعجب الإنسان أو لا يعجب العبد بعمله ولا يغره ذلك العمل ويظن أنه من، يعني بعض الناس يفتكر أنه من المبشرين بالجنة، لكن ما دخلناش الجنة مين اللي يدخلها يعني؟ لا، لابد أن الإنسان يستغفر الله تبارك وتعالى ويستشعر هذا المعنى بعد طول القيام وبعد طول السهر، يستغفر الله تبارك وتعالى كأنه أذنب ذنبا. قال الرازي: في الآية إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه فيستغفرون من التقصير، وهذه سيرة الكريم يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقله، هذا هو الكريم، يعني يأتي بأفضل ما عنده ويستقل ذلك، أما اللئيم والبخيل فيأتي بالقليل وكأنه يعني أتى بما لم يأتي به أحد، فهذه سيرة الكريم يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير، أما اللئيم يأتي بالقليل ويستكثره ويمن به. وفيه وجه آخر ألطف منه، وهو أنه تعالى لما بين أنهم يهجعون قليلا، يعني الذين يصلون ويقومون الليل وينامون قليلا من الليل، والهجوع مقتضى الطبع أن الجسم يعني يحتاج إلى الراحة، قال: يستغفرون من ذلك القدر من النوم القليل، يعني شوية اللي هم بينامهم دول عشان يعني كأنه فيهم غفلة شوية، فيستغفر الله عز وجل، هذا أوجه وجه من الوجوه يعني، فما بالك بكثرة المزاح والكلام فيما لا يغني، وهذه يعني النصيحة للإخوة إن شاء الله سوف ننبه عليها بعد الكلمة. فقال: يستغفرون أي من ذلك القدر من النوم القليل. وفيه لطيفة أخرى بقيت كلام الرازي نبينها في جواب سؤال، وهو أنه تعالى مدحهم بقلة الهجوع، وربنا قال إيه؟ كانوا قليلا من الليل، طب ما قالش كانوا كثيرا من الليل ما يصلون، كثيرا من الليل ما يقومون، وهو أن الله سبحانه وتعالى مدحهم بقلة الهجوع ولم يمدحهم بكثرة السهر، وما قال كانوا كثيرا من الليل ما يسهرون، فما الحكمة فيه مع أن السهر هو الكلفة والاجتهاد للهجوع؟ نقول: إشارة إلى أن نومهم عبادة، هو ينام لكي يتقوى على طاعة الله، كما ورد عن بعض الصحابة: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فهو ينام لكي يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى، فهذا النوم أيضا عبادة، فمدحهم الله تبارك وتعالى بذلك، إشارة إلى أن نومهم عبادة، حيث مدحهم الله تعالى بكونهم هاجعين قليلا، وذلك الهجوع أورثهم الاشتغال بعبادة أخرى وهو الاستغفار في وقت الأسحار، ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم والاستكبار. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ فيقول له: لا. ثم يسأله مرة أخرى: يا نافع، يقوم يصلي ويكمل صلاته، يا نافع هل جاء السحر؟ فيقول: لا. فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. وعن حاطب قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: يا ربي أمرتني فأطعتك، وهذا السحر فاغفر لي، فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. وأيضا من الأدلة
من القرآن الكريم التي تدل على يعني أهمية الاستغفار بعد الطاعات والعبادات، قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فأيضا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم باستغفار الله تبارك وتعالى، وسوف نعلم يعني في مرة قادمة لماذا يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبعد الدعوة وبعد الصدع بالحق وبعد الحكم بين الناس يؤمر عليه الصلاة والسلام: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نزلت هذه الآية حينما نزل قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمعون القرآن بآذان واعية. بعض إخواننا النهاردة كان بيتكلم يقول إن الواحد يعني مش عارف يجد الخشوع، ولابد من المجاهدة ولابد من التفكر في آيات الله تبارك وتعالى. الواحد إنسان يتدبر ويتفكر في كلام الله عز وجل ولا تمر الآيات هكذا مرور الكرام. كان الصحابة يسمعون القرآن بآذان قلوبهم لا بآذانهم، فكان يسمعون بآذان قلوبهم ويتفاعلون معه. فلما سمعوا هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إذا كان الإنسان إذا أظهر يعني هذه مقبول، أما إذا أخفى في ضميره فكيف يتحكم فيه؟ فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة فصلينا، أمرنا بالزكاة فأنفقنا، أمرنا بالجهاد فجاهدنا، أما هذه فلا نستطيع، دي الآية دي مش هنقدر عليها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلما قالها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل التخفيف. لما قالوا هذه الكلمة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أنزل الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم جاء الدعاء بعدها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله عز وجل: فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله عز وجل: فعلت، إلى آخر السورة. فالشاهد أنهم لما رجعوا إلى الله تبارك وتعالى وأعلنوا طاعتهم لله عز وجل سمعنا وأطعنا، أيضا يستغفرون الله تبارك وتعالى. فكل هذه الآيات دلت على هذا المعنى العظيم، ألا وهو الاستغفار بعد الطاعة. فيحرص المسلم على كثرة الاستغفار، ويعني بقي لنا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وهذا ما يعني سوف نؤجله إلى يعني لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني قبل الختام هناك يعني بعض التنبيهات لإخواننا المعتكفين. وطبعا إخواننا يعني الأصل في الاعتكاف، الأصل فيه الخلوة، إن العبد يخلو بربه تبارك وتعالى، يناجيه ويتضرع إلى الله ويقرأ القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى ويدعو وغير ذلك من العبادات الكثيرة. ولكننا اجتمعنا على طاعة الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يكون هذا الاجتماع يعني ينافي المقصد الأساسي من الاعتكاف، أن يكون هذا الاجتماع يعني سبب لبعدنا عن الله تبارك وتعالى. فيعني بس هناك بعض التنبيهات التي يعني قالها إخوانكم المسؤولين عن إدارة الاعتكاف، يعني لكي يستفيد المعتكف من معتكفه، ويعني جاء وترك الدنيا وترك أعماله وترك أولاده وترك أهله، لا لكي يعني يمزح ويضيع وقته، وإنما لكي يستفيد من معتكفه. فبعض التنبيهات سريعة. طبعا التنبيه الأول، مسألة أحيانا بعض الإخوة بيتكلموا أثناء الدروس اللي هي بتكون يعني في درس بعد الفجر ودرس في التراويح ودرس في القيام، فأحيانا بعض الإخوة بتنشغل. هذا الدرس الهدف منه الواحد يستفيد،
يجد معنى يعني يستفيد منه يعني حاجة انه المفروض انه يستفيد من الدرس وينتبه الى ما يقال. فلما نلاقي بعض الناس قاعدين يتكلموا ومنشغلين فيعني هذا الامر ما ينبغي. ايضا من ضمن التنبيهات ان لابد من المجاهدة في اثناء الاعتكاف. نجد بعض المعتكفين بعد صلاة الفجر ينام، وهذه فرصة ان الواحد موجود في المسجد وفرغ نفسه كما قلنا، وإذا لم يعني يقبل على طاعة الله تبارك وتعالى في هذا الوقت فمتى؟ فمستحب طبعا الجلوس بعد صلاة الفجر إلى الشروق، ثم بعدها بربع ساعة تقريبا يعني الواحد يصلي ركعتين، فكتب له حجة وعمرة تامة كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم. فالواحد يعني يحرص على اغتنام هذا الوقت بالقراءة القرآن والاستغفار والذكر، ما ينبغي أن يضيعه في النوم. أيضا بيحدث من بعض الإخوة كثرة المزاح والكلام والصوت العالي والضحك بصوت يعني لا يليق بالمعتكف أن يفعل ذلك. احنا قلنا الواحد يعني يشغل نفسه إيه؟ يشغل نفسه بالذكر، يشغل نفسه بالاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثير. الواحد يحرص على كثرة الاستغفار وكثرة الذكر ولا يضيع وقته هباء منثور. فكثرة الكلام والمزاح وتضيع الوقت بغير فائدة هذا لا ينبغي أن يكون سلوك المعتكف. أيضا بنهيب الإخوة مسألة التليفونات الموبايلات في أثناء الصلاة، يعني أن الواحد يعني يا إما يغلقه تماما أو على يعني أقل القليل أن هو يعني يخليه على الصامت، لكن بأثناء الصلاة والواحد يعني قاعد يستمع للقرآن وتلاقي موبايل صوته طلع، وحتى ولو بالأذكار اللي يعني مثلا بعض المرات فيها ذكر أو يعني أصوات أو حاجات زي كده، هذا مما يشوش على المصلي. فاحنا الاخوه كلهم ان يا اما تطفي التليفون تماما وده الافضل، ولو كان هناك ضروره تخليه على الصمت. ايضا اخر تنبيه اللي هو ان يعني كل المعتكفين كل واحد يحافظ على متعلقاته الشخصيه، يعني كل واحد يحافظ على الحاجات المتعلقات بتاعته وكل واحد يعني يكون مسؤول عنها. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.